سيو الفريق الذي يستضيف هذه المباراة. سنتابع التشكيل ونعود للمعطيات. محمد بوجات حارس المرمى رقم 22، آدم النفاتي 77، باقي الأسماء 15. هركاس جمال لفريق فريق النظرية ديال البركانية يدخل الأسماء بالأسماء الرسمية الأتية: حارس المرمى زهير العروبي، باقي اللاعبين لدينا رقم 17 ميدو كاس، رقم 8 العربي الناجي، رقم 23 عمر النمساوي، رقم 7 حمد العشير، رقم 25 محمد عزيز. اللي حاولوا ما يمكن يدخلوا داخل منطقة الجزاء. فرصة تضيع، فرصة مميزة، فرصة من النادي النغمي اللي كان بإمكانه الاستثمار الحقيقي للعملية الماضية، للأجمة الماضية، للحضور الماضي والدخول داخل منطقة الجزاء. نعم، بذل مجهود النادي النغمي اللي كان بإمكانه أنه يسوي كرة ممتازة ورائعة. الذي كان أن تحمل الجديد، ولكن في آخر المطاف في اتجاه التماس. مدينة وجدة المولودية، المولودية مجهود كبير قام بمكتب المسير لفريق المولودية وجدية. كانت هنالك رغبة كبيرة جدا من أجل مشاهدة الـMCU في أبا حلة في أحسن صورة. ستسير يعني كما أراد عبد الحق الشيخة. ومن جانب طارق السكتيوي عنده مواجهة، عنده ديربي، عنده امتحان خارج القواعد. كرة ملعوبة ممتازة راسية، راهي مرفوعة من الحكم المساعد. الجمالية ديال المباراة وتكون أفضل، وأيضا المدرب معول على لاعبين عندهم إمكانية جيدة. حمد العشير كرة جانبية راسية، كان بالإمكان أن تكون في المرمى، كان بالإمكان أن تكون في المرمى. ما هذه العملية الهجومية الرائعة؟ ماذا حدث داخل منطقة الجزاء؟ كان محلقا عاليا باتريك كادو، كان محلقا عاليا بدون جناحين، ارتقى بشكل كبير داخل منطقة الجزاء، وكان بإمكانه أن يضع في المرمى. شوف معي الراسية، كان بإمكانه أن يغادر بوجاد، لكن تمريرة حارس من حمد العشير كانت جميلة. نعم، حارس بوجاد، كرة ملعوبة من جديد للإمسيو، محاولة للدخول والاختراق، الاعتماد على الكرة الجانبية، إمكانية التمرير داخل منطقة الجزاء في غياب الفعالية الهجومية وفي حضور فقط التغطية. تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة، ولكن مرة أخرى تأتي الكرة في الزاوية. يمر، يمشي كريم، يبحث كريم، يرفع كرة ممتازة داخل منطقة الجزاء بالصدر من النادي النغمي. يلعب على النغمة الحساسة والوطن الحساس. النادي النغمي ينزل كرته بالصدر مرتاح تماما في الوقت اللي كان بإمكانه أنه يكون سريع. كرة للنفاتي، يمشي النفاتي، تصيبة، جميلة ممتازة راسية من جديد، ولكن أبت أن تكون في الشباك، أبت أن تكون في المرمى، أبت أن تكون في شباك البرتقاليين. كرة رائعة، كرة جميلة، كرة مدروسة، كرة يعني كان بالإمكان أن تكون في الشباك. وبرافو، برافو زهير العروبي، برافو زهير العروبي. ولو أنها في الوالة الأولى كان بالإمكان أن تكون في المرمى. شوف أدم، شوف أدم النفاتي، المرور، التصويم لتكون أحسن وأفضل. لف وجدة، لف بركان، لف ناظور، لف جيرة من المدن. كرة من جديد الجهة اليمنى، محاولة، تمريرة جانبية، فرصة رائعة راسية. لا تريد، لا تريد، لا تريد أن تدخل المرمى. ما حدث حدث، كرة الهدف، كرة وضع الكرة في الشباك، لا تريد أن تكون في المرمى. هكذا النغمي كان بإمكانه أن يضعها في الشباك، كان بإمكانه أن يضعها في المرمى، ولكن أبت. قلت أن العارضة من جهة فريق النظرية البركانية، كرة للنظرية البركانية، تنافى داخل منطقة الجزاء راسية، محاولة ممتازة والهدف، الهدف الأول يأتي في هذه اللحظات من جانب الـ RSP. هدف مباغت، هدف مباغت. قلت أن طارق السكتيوي سيلعب على اللذغة، على الكرة اللي بإمكانها أن تجي في آخر لحظة أو في أي لحظة، وبالتالي يقدم 1-0. نعم، طارق السكتيوي، نعم، ولاعبو فريق النظرية البركانية يتمكنوا من وضع الكرة في المرمى. سنتابع الإعادة، سنتابع الإعادة. محمد عزيز العربي الناشي، والكرة الماضية، طريقة التعامل مع الكرة الماضية. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، فرصة راسية، محاولة، فرصة من جديد، فرصة تصويب، كرة جميلة ولكن إلى خارج أرضية المرمى. لا تريد، لا تريد، لا تريد أن تكون في المرمى مرة أخرى. حظ عار
خاطر يقع فيه فريق هل بإمكانها تقدم أي شيء؟ سنتابع سنتابع هنا الفرصة هنا فرصة ولكن إلى خارج أرضية الميدان إلى خارج أرضية الميدان قفزهم باكر الهلالي كرة ملعوبة في الزاوية تنفت إمكانية التصويت داخل منطقة الجزاء رأسية رأسية كان بإمكان أن تكون في المرمى ولكن هنالك حارس مميز اسمه سوير العروبي في المكان المناسب يسترسل أمام الجميع ويتمكن من إبعاد الخطورة الماضية محاولة كان بإمكانها تحذير مرة ثانية هذه عملية هجومية من جانب فريق النظرية لبركاني وكانت التصويب تصويبة قوية كان بإمكانها أن تكون في المرمى من باتريك 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 كادو كادو باتريك بإمكانه أن يضع في الشباك في الوقت اللي حمد العشير شوف الطريقة ممتازة على مستوى الخط الأمامي فرصة التمرير دخول داخل منطقة الجزاء كارية التصويبة ممتازة جول لا 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 الحكم يقول عدم مشروعية الأهداف الحكم أعلن عن عدم مشروعية الأهداف عم ويقول هنالك مخالفة تقريبا من منطقة الجزاء رقم واحد هو الحارس زوير العروبي كان عارف ادم النفاتي والجمهور كريم كيعرف ادم النفاتي خاصه من هذا الاماكن اذا ادم النفاتي ماذا يفعل يرفع كره جميله 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 والحارس زوير العروبي الحارس يستسيب زوير العروبي قلت بانه ما عندوش اشكال في الجدار البشري ما عندوش اشكال نهائيا في الجدار البشري عنده المشكل الوحيد هو الحارس الحارس زوير العروبي لانه زوير العروبي الطريقه كيفاش انه قدم على مستوى الخط الايسر النفاتي النفاتي يرفع كره على مستوى الخط الامامي هذه محاوله داخل منطقه الجزاء فرصه تصويبه القائم 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 يذوب عن الحارس الكره ملعوبه هذه المره شادي يمنى لينزل بشكل مميز ورائع طريقه جيده الاعتماد على وائل السعداوي اللي قلت عنده مهاره جيده كره ممتازه داخل منطقه الجزاء تعود مره ثانيه لكريم الهاني لصالح فريق المولوديه الوجهيه كريم الهاني لا شيء غير وجهه واحده اسمها مرمى زوير العروبي كره ممتازه تصويبه ولكن هنالك السد المنيع ضيعه محمد عشير يرفع كره داخل منطقه الجزاء كره ممتازه كادو يا كادو باتريك كادو كان بامكانه ان يسجل الكره حمد عشير يمشي حمد عشير ينطلق حمد عشير يحاول يمر يحاول يمر يدخل داخل منطقه الجزاء وضعت له تمشي الكره مره اخرى تمشي الكره مره اخرى جهه اليسرى ضايعه من جانب من فريق فوق المرمى بسنتيمترات قليله فوق المرمى بسنتيمترات قليله وعلى الصوره كره مميزة الثانية كرة ملعوبة جهة اليسرى والسعداوي انطلق من جهة اليسرى محاولة دخول داخل منطقة الجزاء فرصة 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 تمريرة محاولة جيدة ولكن كتف تعطم برجل هنا التحضير عن طريق يوسفي مصطفى داخل منطقة الجزاء راسية راسية فرصة تضيع يوسفي مرة ثانية بالراس محاولة داخل منطقة الجزاء ولكن إبعاد الخطورة